في بقى عايز اروح لموضوع تاني النهارده اتفضل. مهم يا كابتن اسلام. اخيرا اتحاد الكره تحرك النهارده على كم التجاوزات واصدر بيان مهم جدا، اعلن فيه قرارا يقضي بوقف التعامل مع رئيس نادي الزمالك مع حاله جميع تجاوزاته ضد مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم الى لجنه الانضباط. واكد الاتحاد الذي يراسه الاستاذ جمال علام في بيان احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد في حال استمرار تلك التجاوزات. واشار بيان الاتحاد الى مخاطبه المجلس الاعلى للاعلام بشان ما وصف بالتجاوزات الصادره من قناه نادي الزمالك. وتضمن بيان اتحاد الكره المصري عددا من النقاط الاخرى: عدم قبول اعتذار لجنه الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها كقامات قضائيه وقانونيه مستقله، حيث ان تواجدها في الاتحاد المصري لكره القدم يرسخ مبادئ العداله والانضباط داخل منظومه الكره المصريه. تاكيد المجلس كافه صلاحيات اللجنه الانضباطيه والاخلاقيه طبقا للائحه الانضباط والاخلاقيات ودعم الكامل لما تتخذه من قرارات. تم عرض مجموعه من السير الذاتيه لخبراء تحكيم اجانب ويجرى التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية. الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بعد مراجعة الجهة الإدارية. الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق بعد الموافقة على استقالته ومراجعتها من الجهة الإدارية. وعقد مؤتمر صحفي لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة. بيان مهم. أنا عايز أزغرط. ينفع لو ينفع ان انا اقعد ازغرط هقعد ازغرط الحقيقه، لكن احنا ليه؟ لانه الحقيقه احنا هنا داخل هذه القناه وداخل برنامج البيت الكبير دايما كنا بننتقد، وانا كنت بسمعك دايما يا اسامه بتنتقد اداء الاتحاد او ان الاتحاد بيعمل حاجه غلط فبنطلع ننتقد اداء. لكن هل حضرتك عمرك غلطت في الاستاذ جمال علام؟ خالص. هل حضرتك عمرك غلطت في كاس؟ اختلف مع السياسه بكل احترام وبكل ادب. لما يكون في خطا بنقول ان الموضوع ده خطا، لكن ما يحصلش ان يبقى في تجاوز، خاصه ان احنا على قناه بيشاهدنا الملايين. ايوه بس لسه كنت هقول لك، هو انا ليه يا جماعه لما اجي اتكلم في الرياضه دلوقتي مش على قناه الاهلي ولكن على قنوات اخرى او على قناه اخرى معروفه، هو ليه كل شويه وانا بتكلم في الرياضه مطلوب مني ان انا اوطي التلفزيون؟ او مطلوب مني ان انا اسمع الفاظ مكتوب عليها بلس او يعني زائد 18؟ هو ينفع الالفاظ اللي بتتقال كل يوم وتدخل كل البيوت ده طبيعي ان احنا نشوفها ونسمعها؟ هل ده بقى الطبيعي؟ ازاي منابر اعلاميه كبيره تسمح باللي بيحصل ده؟ تجاوزات وخروج عن النص ليل نهار بتصل الى كل البيوت عن طريق الاعلام. ازاي انا مراتي ولا اولادي ولا امي ولا ابويا ولا اخواتي ولا اخواتي البنات او الرجاله او اي حد يبقى قاعد اقوم جاي موطي التلفزيون لما فلان ده يطلع علشان نقعد نعمل كده علشان لمجرد ان احنا بنرضي حد؟ الناس كلها دلوقتي زعلانه ومتضايقه. وبعدين انا عندي مشكله تانية، هو ليه الاعلام؟ انا شايف ان في الفتره اللي فاتت الناس كلها بتغسل ايديها. يعني ايه بتغسل ايديها يا اسامه؟ يعني ناس تطلع تقول لك ايه؟ يا جماعه احنا زهقنا من شكل الكوره او من جو الكوره العام. احنا ما زهقناش ولا حاجه يا جماعه، لا لا ما حدش يطلع يقول كده. ما تشاور على اللي بيعمل الغلط. هو ليه حضراتكم بتقولوا جو الرياضه؟ لا مش جو الرياضه، هو حد معروف شاوروا عليه زي ما الاستاذ خيري رمضان شاور عليه في قناه القاهره والناس. هو ليه بقيه الاعلام بيقول لك اصل الاعلام الرياضي بقى حاجه صعبه؟ ليه حاجه صعبه ليه؟ الاعلام الرياضي في مصر اعلام رياضي رائع وهادف وكل شيء، والناس كلها بتقعد تتفرج على كل الناس وبنسمع كل الناس وبنختلف مع كل، ولا انت ما بتختلفش يا عبد ده الكلمه دايما اللي كنا بنسمعها وبنسمعها دلوقتي وهنسمعها بعد كده ان الرياضه اخلاق. بالظبط. دي الكلمه والقاعده الاساسيه في عالم الرياضه مش في كره القدم بس. انا من هنا يا كابتن اسلام انا بعتب وبلوم على الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام. نعم. وهو النهارده جهه رقابيه بيتابع
عنده النهارده لجان بترصد ما يقال في الاعلام. من فتره لما حصل تجاوزات والموضوع وصل يعني فج مستوى فج، طلع ببيان وقتها المجلس الاعلى للاعلام، قال بأطالب كافه الاطراف بالهدوء، مع ان ما كانش في اطراف، ده هو كان طرف واحد. يعني كان انا كنت مستغرب البيان اللي اصدره المجلس الاعلى للاعلام وهو بيطالب كافه الاطراف، كافه الاطراف هو طرف واحد كل يوم اللي بيطلع. فالنهارده يا استاذ كرم، الكلمه زي ما احنا بنقول اللي بتدخل البيوت، الكلمه اللي بيسمعها الاولاد الصغيرين النهارده، يعني لازم يبقى في عقاب، لازم يبقى في لما حد يخطئ، عشان النهارده الكلمه اللي بتطلع على الهوا دي يعني زي ما بقول الكلمه زي الرصاصه، لو طلعت خلاص ما بترجعش تاني. فما ينفعش النهارده، لازم يكون في دور اكبر للمجلس الاعلى للاعلام. حقيقي استاذ مكرم محمد احمد رحمه الله عليه كرئيس المجلس الاعلى للاعلام السابق، شوف النهارده كان قراراته وكان لجان الرصد عنده اللي كانت بتتابع وكان بياخد قرارات. فالنهارده لازم المجلس الاعلى للاعلام لازم يبقى ليه دور اكبر من كده. عايز اقول لك حاجه، احنا كلنا ثقه في المجلس الاعلى للاعلام خلال الفتره اللي جايه، لانه الحقيقه الكل بيحاول يعمل ايه دلوقتي؟ زي ما بقول لك كده، كله بيغسل ايده، بيطلع الاعلامي، مش هقول اسماء، هقول مثلا اسامه حسني، يطلع يقول لك ايه؟ يا جماعه الرياضه في اصبحت، او الاعلام الرياضي اصبح صعب جدا وكذا وكذا وكذا. لا يا جماعه، اعلام، معلش يا كابتن اسامه، اعلام رياضي ايه اللي صعب؟ معلش يعني، هو مين بيتكلم؟ هو مين بيقول حاجه غلط او حاجه او بيتلفظ بلفظ غلط على اي شاشه؟ احنا هنتكلم، هل حضرتك بتقول كده؟ احنا هنتكلم عن نفسنا. هل النهارده قناه الاهلي تم ليها تحذير او توجيه او انذار؟ هل النهارده في مذيع اتوقف؟ هل في برنامج اتوقف؟ احنا بنتكلم عن اعلامنا. صحيح، قناه النادي الاهلي اللي بتخاطب عدد من الملايين النهارده حتى في كافه القضايا. وتسمح لي ان انا هنا اقول حاجه مهمه جدا، لانه انا ساعات الحقيقه، او كلنا كاعلاميين بنسخن، عايزين نرد. ما هو مش ممكن واحد يقعد يشتم فيا وفيك وبده وبده وما نردش. فدايما كنت اروح للكابتن خطيب اقول له يا كابتن، يعني ممكن اقول له اسلام، اذا كنت عايز ترد رد بمبادئ واخلاق النادي الاهلي. عمره مثلا ما قال لي ايه؟ وبعدين ما تردش عن حد، انت بترد عن اسم النادي الاهلي. خلاص، كابتن خطيب، استاذ العمري، استاذ خالد مرتجي، كل اعضاء مجلس الاداره لما تيجي تتكلم مع حد يقول لك رد باخلاق وبسياسه النادي الاهلي. عشان كده احنا محافظين على، او القناه الحمد لله، وده اللي انا كنت عايز اتكلم عنه، ان هناك فارق كبير جدا، ان احنا بننتقد اتحاد كره القدم يوميا، يوميا تقريبا، وبننتقد الاستاذ وليد العطار، وبننتقد الاستاذ جمال علام، وبننتقد وبننتقد وبننتقد، وبنقول ان الاستاذ وليد العطار نزلت لجنه وعملت كذا وكذا وكذا واتضح ان هو اللي غلطان في هذا الامر، واستاذ جمال علام ياما انتقدناه، كابتن حازم امام، كابتن بركات، كابتن كل المجموعه اللي موجوده، ولكن لما بنشوف الناس دي بنسلم عليهم اصدقاء واحباء وكل حاجه. يعني مش هتيجي اكتر من علاقتي مثلا مع بركات او علاقه اسامه ببركات، لكن في النهايه لو بركات اخطا مش هتقول ان هو اخطا؟ هنقول اخطا، بس هل النهارده الكلام اللي هيتقال على الهوا، هل يعني ما هو في كلام مقبول للانتقاد، وفي كلام انا بقول الخطا فين، وفي كلام لا يصح؟